إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقائم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. الأمة الإسلامية بين الألم والأمل والعمل. أراد الله عز وجل من هذه الأمة أن تكون شاهدة على الناس، وقد جذر الله عز وجل معنى الأمة في عديد الآيات، في مثل قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، سورة الأنبياء الآية 92. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتكرر معنى هذه الآية في سورة المؤمنون في الآية 52: وأن وإن قراءتان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وتكرر هذا المعنى في سورة البقرة في الآية 143 في وسط السورة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لا شك أن هذه الآيات لها مقاصد، من مقاصدها تجذير معنى الأمة في قلوب الأمة، في قلوب أفرادها، في قلوب المسلمين جميعا، كما قال ربنا في سورة الحجرات الآية 13: وكذلك جعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من مقاصد هذه الآيات تجذير معنى الأمة في قلوب المسلمين، من مقاصدها تشريف هذه الأمة أن جعلها شاهدة على الناس جميعا عبر العصور إلى أن تقوم الساعة، من مقاصدها أن الله كلف هذه الأمة لتحتل مركز الصدارة بإيمانها بتقواها بيقينها بعلومها بحضارتها. وهنا موطن التكليف، إذ أن الشاهد لا بد أن يكون حاضرا، فالغائب لا تقبل شهادته. نفهم من هذه الآيات أن الأمة يجب أن تسجل حضورها الفعال في جميع مجالات الحياة. وفي وثيقة المدينة نقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمة واحدة من دون الناس، أي أمة مسلمة موحدة متحدة متميزة. هذا من مقاصد هذا الحديث الذي ورد في وثيقة المدينة. ولكن هذه الأمة تعيش ألوانا من الألم، تعيش هذه الأمة ألوانا من القروح في جميع مجالات الحياة، مجال الحضاري، في مجال الاقتصادي، في مجال الاجتماعي. وهذه القروح وهذه الآلام التي تعاني منها الأمة إذا كانت ذكية فطنة ستتحول هذه القروح وهذه المصائب وهذه الإصابات إلى منبهات
فتنتبه هذه الأمة وتراجع مسيرتها وتصحح ألوان الخلل التي تعاني منها وتتجاوز حفر التخلف الكثيرة جدا. وقد قال ربنا عز وجل في سورة العمران: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. إذن أمة الإسلام تعاني ألوانا من القروح، تعاني ألوانا من الآلام، ولكن هي أمة لا تموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الإمامان، الإمام أحمد في مسنده والإمام الحاكم في مستدركه: أمتي أمة مرحومة، وفي رواية أخرى: إن أمتي أمة مرحومة. فمهما تعددت هذه الآلام وكثرت تلك القروح فهذه الأمة أمة مرحومة، وذلك ما نطق به الصادق المصدوق في الحديث: أمة مرحومة، وذلك ما نطق به الصادق المصدوق في الحديث المسموع: إن أمتي أمة مرحومة. وهي أمة الأمل ولو كثرت عوامل اليأس. أستثمر ما قاله يعقوب عليه الصلاة والسلام حينما بعث أولاده للبحث عن ولديه، عن يوسف وأخيه: اجتمعت عوامل اليأس، كلكم تعرفونها، لأنه مع ذلك قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وإن اجتمعت عوامل اليأس لدى يعقوب، ولكن أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، فقال لأولاده: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا، ولا تيأسوا من روح الله. إذن أمة لا تيأس، أمة لا تموت، أمة مرحومة، ولكن هذا الأمل لا بد أن يترجم في عمل. أعلل النفس بالأمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. إذن هذه الأمة التي تعيش ألوانا من الآلام والقروح والإصابات هي أمة تحمل الأمل، ولكن لا بد أن تترجم هذا الأمل إلى عمل، لقوله تعالى في سورة التوبة في الآية 105: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن أمة لا بد أن تحقق هذا الهدي القرآني، هذا المنهج النبوي في العمل. فالله عز وجل مطلع على أعمالنا، ما نعلمه وما لا نعلمه، الظاهر والباطن، ولكن هذا العمل يقودنا إلى تحريك ما يسمى بفروض الكفاية في الأمة. ففروض الكفاية تقتضي منا أن نحقق وجودنا وأن نحقق حضورنا الفعال في جميع المجالات، في المجال الثقافي، في المجال الاقتصادي، في المجال التكنولوجي، في جميع مجالات الحياة، وبذلك نحقق براءتنا. فكلنا مطالبون بتحقيق البراءة في الدنيا أمام الناس وأمام التاريخ وعند الله عز وجل، لقوله تعالى في آخر ما أنزل في كتاب الله العزيز في الآية 81 من سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالأمة
أيضا مطالبة بأن تحقق براءتها أمام التاريخ وأمام الناس وأمام الله جل جلاله. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا السداد في الرأي والتوفيق في العمل. اللهم غير حال أمتنا إلى أحسن حال. اللهم غير حال أمتنا إلى أحسن حال. اللهم غير حال أمتنا إلى أحسن حال. اللهم اصفرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.